مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، اليوم احنا ضيفان عند الزجال المغربي الحسن عطاري. مرحبا بينا عندك السي حسن، ومرحبا بك عندنا في انفاس بريس. اهلا وسهلا، مرحبا وشكرا. شكون هو حسن عطاري؟ حسن عطاري هو بنادم مغربي 62 سنة، الهواس ديالو عشقه في كتابة الزجال، كتابة بصفة عامة ولكن في غالبيتها باللغة العامية. وقالوا لي كدير حتى الكتابة ديال المسرح. كتبقى محاولات في كل شيء، ملي كنقولوا كتابة كتابة يعني راه قصيدة تولي مسرحية، ومسرحية تولي قصيدة، قصيدة تولي رواية، قصيدة تولي قصة، هذا الشيء اللي كاين. ومنين يعني المدة ديال العشق هذا شحال كانت عندك من سنة؟ امتى زعما بديت؟ امتى بديتي المشوار ديالك الفني؟ الكتابة بالضبط ككتابة، خلينا الكتابة ديال المدرسة كاملين كتبناه وحنا صغار، يعني العشق ديال الزجال. كتابة بشكل عام 41 سنة لحد الآن. 41 عام، 41 عام ديال الممارسة ديال الكتابة مختلفة، فيها قصة، فيها قصوصة، فيها قصيدة، فيها قصودة، فيها حجاية، فيها مكتاب، فيها متال، فيها بزاف ديال الحوايج. يعني دابا بيت شعري ديالك اللي كان قديم شحال هادي كبر مني أنا، يقد يكون اللي يقدر اللي كتبتيه الأول كاع في المشوار ديالك، يقد يكون كبر منك لأنه غير اللي مدون من 84، من 83 84 مدون شي حوايج انا اللي باقين عندي دابا اللي بغيت نجبدهم لك نجبدهم لك. سي عطاري شحال من ديوان عندك دابا؟ الدواوين الورقيه ولا المطبوعات ما عنديش، الدواوين الفيسبوكيه موجوده الحمد لله، الكتابات غزيره، ولكن عبد ربي رغم سخاوتي فانا بخيل. راه داكشي اللي قالوا لي، قالوا لي راه هو يعني في مواقع التواصل راه موجود، ولكن يعني كديوان يدير مجلد ولا هادي، يعني سي العطاري كيقول لهم رافض الفكره هادي، ما عرفتش علاش. لا ماشي رفض الفكره ولا ضد الفكره، هي كتبقى قناعات، كتبقى قناعات شخصيه. حنا نعيش الان واحد الازمه ديال القارئ والكتاب، العدد ديال الكتب اللي كتحط في المطبعات وفي دور النشر يعني كثيرة كثيرة، ولكن النسبة ديال القراءة ضعيفة ضعيفة ضعيفة. وما غاديش نقولوا القراءة ما كاينش، القراءة كاينة ولكن على حساب التخصصات. الكتابة الزجالية قليل الناس اللي كيهتموا بها، من غير الزجالة ما كيديها فيها حد، كتبقى للمتعة، للفراجة، للقشيب، للحلقة، لشي حوايج اللي هي مشات في الفولكلور الشعبي. في حق الفنانين في مدينة الجديدة، واش يعني الزجل مهتمين به الناس، يعني اللي مهتمين بالشؤون الفنية؟ ماشي غير في الجديدة، في المغرب كامل الزجل بخير وعلى خير ومحرك. لقاءات الزجلية كثيرة. يعني قبل الوباء يعني شاركتي في عدة مهرجانات، اذكر لنا احد من المهرجانات، واحد ولا جوج ولا؟ بس ما سخاك الله، كنعرفك انا انت بخيل، ماشي بخيل ماديا، بخيل المشاركات كثيرة في يعني فيما توجهت لي دعوة كلبي. عندي مشاركة في مهرجان المغربي ديال السجل اللي تقام بن سليمان في الدورة ديالو التاسعة. عندي مشاركات في الدار البيضاء، مشاركات في مراكش، مشاركات في برشيد بن سليمان، في يعني عدة مهرجانات وطنية. يعني فيما توجدت لي أنا دعوة هنا في المغرب. أنا شخصيا كنت ندير لقاءات وترأست جمعية ديال جمعية أضواء السمع البصري مدة سنتين، فكانت مريجة، ودرت عضو في جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية رايجها، وباقي دابا شخصيا عضو في أصدقاء بن زيدون للشعر والسينما. الحركة دايرة. شكون
يعني الزجال اللي تشبع منه السلع الطاري، الزجال اللي كنتي كتاخد منه يعني ديك لينيرجي ديالك و... عبد ربي ما عنديش شيخ كما كيقولوا، يعني حسن كدوز عليه المثله ديال الشيخ بلا مشيخ، فانا تشيخت بدون شيخ. علاش؟ لان في واحد الوقت اللي انا كنكتب سجل ما عارفش بلي راه كاينين ناس اخرين كاع كيكتبوا السجل ولا كاين شي حاجه سميتها جوج. هذيك الساعه انا بديت نحاول نكتب خواطر، ولكن كان غالب عليا الطالب الطابع الغنائي اكثر من يعني الزجل الغنائي، ما هو سهل ممتنع كلام بيض كما كنسموه، ما هو كلام بيض عادي يقبل يتغنى، خصوصا ملي خرجت من دارنا على 17 عام كتحس بالغربة، كتحس بنوع من اليوتم في وسط المجتمع، كتحس بزاف ديال الحوايج. 17 عام راك باقي فرخ، حتى انت باقي محتاج امك، محتاج باك، محتاج هادي، محتاج هادي. اذا هادوك الخربشات وهادوك الدندانات وهادي، فكانت كتلقى الصدى عند اصدقاء تعجبهم كيبغيو يسمعوها كيشجعوني عليها، كنستمر انا في الكتابه. وهاد 40 سنه راه عندي فيها، الا بغيت نجمع كتاباتي راه عندي فيها فوق 10 ديال الدواوين واجده. انت تشوفهم انا نيت، هادو كلهم كتابات، هادشي راه كلشي كتابات، هادشي راه كلشي كتابات. ودي اليوم الارقام رقم واحد، الله يجعل البركه سي، الله يجعل البركه. كنعرفوا بانك انت الله يشافيك راك عيان وهادي، وكنشكروك يعني انك اتصلنا بك وقلت لنا مرحبا بك باش نديرو معك هذا اللقاء هذا. العفو، مرحبا بك اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا وبعد غدا. الله يكبر بيك، وقت اللي بغيتي، وقت اللي جيتي جديده مرحبا بيك. اللي جا جديد وما زارش الحسن العطاري الزجال ديالنا راه بحال ما كاين والو. عفوا، الله يكرمك. عندنا اصدقائنا كيقلبوا عندنا من بعد، تيجيو يزورونا كما قلتي، عندنا اصدقائنا في تيفلات، في الدار البيضاء، في مراكش، مؤخرا كانوا عندنا المراكشيين، الله يجازيهم بخير. كتبقى الصدقه صدقه، وكتبقى الجانب الانساني والجانب الثقافي هو المهم في هذا الشيء كامل. سي العطاري، يعني في هذه الفتره ديال كورونا ديال هاد عامين ونص، واش كتبتي شي قصائد؟ كتبتي شي زازال؟ ما الكتابه ما كتحدش، الكتابه ما كتحدش، ما عندهاش وقت، ما عندهاش اي وقت، ما عندهاش وقت. الكتابه كتكتب في كل حين. بغينا شي قصيده منك نهوي بها هذا الحوار الشيق معك. مرحبا، ماشي مشكل. شي وحده اللي حافظ عليه انت، حافظ اصلا بلا ما بلا ما تقلبنا بلا ما نحنوك ما والو، شي وحده اللي حافظها. كفن الروح بشريط العمر الراشي، وبرا عمية من الايام نخيط كفن كسدة ليا، تسكن الجوارح وتروح الروح طايرة تسبح. الله. في سمادات الفانية تحت شمس الله، ونقول على بابك يا الزهر. العمر الجاري قطرة قطرة عرق من جبهة الأيام، كيف ندير معاه ورق ربع تساس والعود يباس وحفل فاس من صلابة الصغر. بقيت جنازة مطروحة بين يدين الوقت المعنتت، والزهر المخنت اللي داز ما تلفت وحلف ما حنت. الله الله. دمعة من القلب وفاض الكاس بالباس، وسارت ويدان العين جارية تدفق ما بين عتبة القبر وباب الزهر المسدود على الدواء، وكان اللي كان. تبارك الله على السي
الحسن العطاري تبارك الله عليك، الله يبارك فيك، نغمتينا بهذا الزجل الجميل هذا، الله يبارك وكان فيك، معك لقاء شيق، العفو الله يكرمك، وتحياتي ليك، ونطلب الله الشفاء العاجل إن شاء الله، اللهم آمين، نطلب اللهم الله آمين، الشفاء العاجل إن شاء الله. الله يبارك فيك، مشاهدين ألف سبريس، داز لقاء جميل مع السي الحسن عطاري الزجال ديالنا المغربي بمدينة الجديدة، تحياتي لكم.